كيف بتستقطب المتطوعين؟ طبعا اجراءات التسجيل احنا حبينا ان هي تكون اجراءات جدا سهله وبسيطه. التسجيل يكون عن طريق الموقع الالكتروني، يقوم المتطوع بتعبئه نموذج في كافه بياناته، في خبرات السابقه، مهام التطوعيه السابقه، هل شارك في احداث كبرى سابقه، بحيث ان احنا نستفيد من هذه الخبرات اكسبيرينس حقه في التطوع. بالضبط. أيوة. بالضبط. حتى اذا كان موظف، شو هي طبيعة عمله؟ هل هو مثلا مشرف على مجموعة من الموظفين، بالتالي احنا نستفيد من خبرات القيادية هذه؟ اذا كان طالب، شو هي تخصصاته، شو هو ميوله؟ النموذج هذا يوضح لنا السيرة الذاتية بشكل مختصر للمتطوع، وايضا يتم الاخذ فيها بعين الاعتبار قبل اسناد مهمة للمتطوع. فالاستقطاب يصير عن طريق الموقع غالبا. صحيح. الى متى راح يظل في فرصة للتطوع في الاكسبو، وهل حتظل موجودة حتى بعد ما يفتتح؟ طبعا في الوقت الحالي فرصة التسجيل ما زالت متاحة، يمكن للجميع انهم يشاركون معنا في البرنامج. طبعا التسجيل بيظل مفتوح الى اكتمال العدد. نحن الان في صدد اجراء المقابلات بشكل يومي لاختيار 30,000 متطوع اللي بيكونون. او يعني في حد يعني هتوصل ل 30؟ اكيد نحن بنوصل ل 30,000 متطوع. فطبعا ندعو الجميع انهم يسارعون في عملية التسجيل. سبب جدا بسيط، اللي هو ان نحن جميع متطوعين بيتم تدريبهم. فهذه ايضا يعني نحن نعتبرها استثمار في الشباب. بنوفر لهم فرص تدريبية، بيتم تدريبهم بمختلف الطرق، في تدريب الكتروني، بعد ما يتم اسناد مهمة للشخص بيتم تدريبه على اداء مهمته على وجه التحديد. اذا في اي سوفت ويرز ابلكيشنز لازم يستخدمونها ايضا بيتم تعليمهم. مو بس فرصة خدمة، فرصة تعلم كمان. اكيد من طرفكم. اكيد، لان في النهاية التطوع هي فرصة مثالية للتعلم. صحيح. يعني والاحتكاك بالخبرات. صح. اي صح صح. طيب شكرا لك سعيد. انا محمد الحمادي. I'm Iman Almarri. زراجان إسراني. I'm Naha. I'm a crime scene investigator and I'm a student of Y technology. I am the chairman of Sunrise and Developers. It will be a pleasure for me to volunteer واحد متطوعين Expo 2020. Expo 2020 دبي. Expo 2020.